يعطيك العافية يا أخ. عم دور على عزيزة دورماس، أنا بكون زوجها. خبروني إنها ساكنة هون. هي من أضنى بتعرفها؟ لا ما بعرفها. طيب ماشي، شكرا. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام. تعرف الناس اللي بالمنطقة منيح؟ أنت على مين عم تدور؟ على فكري كمان؟ لا، عم دور على مرتي عزيزة دورماز. عزيزة دورماز؟ إيه، هي مرة سمرة وعيونها سود، عرفتها شي؟ من كم يوم شافوها أخواتي هون، بظن إنه ساكنة بالحارة. ايه هي عزيزة اللي من أضنا. ايه هي هون بالحارة. مزبوط. طيب وين بتكون؟ بالحارة. وين؟ أخي وين ساكنة اللي؟ أخي هي سامعني؟ عم بقلك وين ساكنة اللي؟ مساء الخير يا أخ. خير؟ مضيع شيء اللي؟ لا أبداً مو مضيع شيء، عم بتمشى. عم تتمشى بهالوقت؟ إيه. افرجيني هويتك مشان أتأكد منك. تكرم. لك لك حميد ربك إني ماني فاضي لك. يا ويلك شوفك مرة تانية بالمنطقة. في قصة مدرسة الأولاد والفواتير وكل شي كان بيعتمد على تسليم هي الطلبية. فهمني، انت لقي الحرامي واطلب مني يلي بدك ياه، برك فطاير اي شي. بس انا ما بدي شي، بس بدي اياك تكوني منيحة، بس هيك بدي. هذا كل شي؟ ايه. جميل. اه حبيت الشعر كتير، يعني الفكرة كتير حلوة، أحسن شي عملته، وكتير حبيت الرسالة. عن جد حبيتي؟ ايه حبيت. طيب أنا بدي أمشي، في كم فستان لازم لاقيهم قبل الصبح، وبتعرفي الشغلة ما أنا سهلة بنوب. ايه تمام جميل، شكرا. وانتي لازم تفوتي هلا، مانك شايفه الجو قديش بارد. يلا بكره بشوفك. تمام يلا انا رح فوت على البيت. ايه يلا. تصبح على خير. ايه تلاقي الخير. يسلموا جميل. بدي لاقيهم. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.